مشاهدين جمهورنا الكريم، الآن وصلنا إلى النزال السادس في هذه الليلة، وهذه الليلة مكونة من 8 نزالات. وصلنا للنزال السادس لوزن تحت 93 كيلوغرام بين محارب الركن الأزرق إيهاب جنى. والآن أعزائي المشاهدين، جمهورنا الكريم، محارب الركن الأحمر محمد سعيد. تني dans les choux, je suis né dans la braque. La liberté mon frère c'est savoureux. Tu rentres chez les tantes, t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, ta bédio est dans le sang, on vous mettra à genoux. Nouvelle caisse, nouvelle yasse, Rolls Royce, pétasse, grosse table. أعزائي المشاهدين، جمهورنا الكريم، النزال السادس لهذه الليلة لوزن تحت 93 كيلوغرام بين محارب الركن الأزرق من الأردن، الوزن تحت 93 كيلوغرام والطول 172 سنتيمتر، متخصص في الجوجيتسو، في رصيده 3 فوز وبلا خسارة. رحبوا بالمحارب إيهاب جنى. والآن محارب الركن الأحمر من الجزائر، الوزن تحت 93 كيلوغرام والطول 182 سنتيمتر، متخصص في المصارعة والملاكمة، رحب في رصيده 3 فوز وخسارة 1. رحبوا بالمحارب محمد سعيد. You both know the rules. Let's fight clean, hard and fair. Touch gloves if you want to. We're gonna fight on the bell. Best of luck to you both. محمد سعيد طبعا شفناه في البطولة السابقة، كان رائع جدا بداية الجولة. شوف إيهاب بده يسحب، يعني إيهاب بلاك بيلت في الجوجيتسو، شوف بيلعب بطريقة ليوتو ماشيدا. يحاول يستفز محمد سعيد. ركلة على القدم ايضا من محمد، من إيهاب جنب. يبدا في النزال محمد سعيد لغاية الان بجس النبض. إيهاب جنب طبعا من فريق تيم سورس الأردن، ومحمد سعيد طبعا قادم من فرنسا وعايش في فرنسا، وجزائري عايش في فرنسا. محمد سعيد لغاية الآن في تردد في الهجوم. حاول يستفزه إيهاب. إيهاب بيعمل أكشن في المباراة. راوند كيك من إيهاب. إيهاب بيحاول، بده محمد سعيد يدخل عليه. محمد سعيد ينتظر كثيرا، عدى دقيقتين. حاول سبرول جميل من سعيد المصارع، ومحاولة للإسقاط من إيهاب. محمد سعيد للحين ما دخل جو المباراة. إيهاب جنب بانتظار اشتباك. إيهاب جنب يبتسم. اللي قاعد يسويه عجيب، اللي قاعد يسويه. الحكم ينذر اللاعبين انه يجب ان يصير في اكشن.
لغايه الان ما حدا رايد يعمل اكشن. ايهاب جنب بيهوش ومحمد سعيد واقف بعيد بس. اي والله تهوي. راوند كيك، اول راوند كيك يعني. محمد سعيد مش راضي يدخل. استغرب من سعيد انا. وكأنه لغاية الآن سعيد مو جاي علشان يقاتل. لغاية الآن أنا بشوف أكشن أكثر من إيهاب جنب. إيهاب جنب يعمل حركات. باقي دقيقة. صار صراحة مش عارف على ايش اعلق، يعني ماكو شيء اعلق عليه لغاية الآن يعني. مشهد يتكرر مرارا وتكرارا، غريب والله محمد سعيد هالمرة، البطولة اللي فاتت كان لعبه كان مقاتل، هالمرة ما بعرف ايش اللي صار لغاية الآن. ولا صار في اشتباك ولا دخول. أول لكمة من سعيد قبل انتهاء الجولة بعشر ثواني. ثاني لكمة. لكمة قوية، انتهت الجولة الأولى. بداية الجولة الثانية. أتمنى أن يصير في أكشن. دخولها من محمد سعيد. رجعنا لنفس التهويشات. إيهاب لا، ركلة من إيهاب. يعود بركلة محمد سعيد. على فكرة يعني أيضا إيهاب جنب مو قاعد بيحاول إنه من مسافته ما قاعد بيحاول الدفاع، يرجع لورا هو مستني. لكمة قوية من محمد سعيد. يا سلام، بدأت المباراة. لكمات قوية من سعيد كانت بركبة، حاول ياخذ. شوف السبرول جيد يا سعيد، كأنه المباراة بدأت الآن. يلا يبتسم إيهاب جنب، زي ما بحكي له إني ضرباتك ما أثرت فيا. محمد سعيد الآن بدأ يجرب ركبة قوية من محمد سعيد. بدأ يدخل في جو المباراة سعيد. على الله إنه يكون سعيد وجد المسافة. على الله ما نرجع لنقطة البداية والتهويش من شو يهوش. يا
ترى الفايت سهل على سعيد لانه السبرول عنده عالي، هو خايف على الدخول، خايف انه يدخل عشان ايهاب جنب حامل الحزام الاسود، هو خايف انه من الجوجيتسو تبعت ايهاب، ولكن هو ايضا مصارع، يعني محمد سعيد يقدر يسوي السبرول، يعمل الانتي تيك داون بشكل رائع. لكمات قويه من سعيد، نزل ايهاب على الارض، كانت لكمات قويه جدا من محمد سعيد. محمد سعيد يتابع لكماته، اصابه ايهاب جنب، وايهاب جنب ضرب بوكسات قويه لغايه الان. هذه الجوله بدا محمد سعيد يضيق ايهاب بعضا من ما لديه من مهارات. ايهاب جنب الحين صارت اصعب عليه المباراه، لانه يمكن محمد سعيد كان بيستنى انه يعرق اكثر. لكمات قويه من اوف، يا سلام، شوف السبرول الرائع. ايهاب جنب الان، فرصه ايهاب جنب الان، الكره في ملعب ايهاب جنب، يحاول، يا سلام يا ايهاب، يا سلام عليك، ولكن ايده الثانيه فالته، بحاول اللاعبين بيحكوا له قوم لا تشتبك معاه في الارض، كله قوم. لو يرجع خطوه للخلف محمد سعيد راح يجبر ايهاب على الوقوف. ايهاب بده محمد يجي له تحت، محمد مش راضي، انا ما بدي العب معك في ملعبك. حركه ذكيه من ايهاب وحركه ذكيه من محمد سعيد. محمد سعيد يحاول يدور على فرصه انه يرجع، لا ما في ضربه على الـ على الـ على المقتل من محمد. كان ايهاب يعترض، يبدو انه كان قريب. نكبة قوية من سعيد، يا سلام يا سعيد، شوف سبرول المصارع، عشان هيك سعيد لازم ما يخاف، لازم يدخل حتى لو اللاعب الثاني عنده جوجيتسو، سعيد عنده مصارعة. شوف السبرول تبعه، سبرول تبعه بجنن سعيد. ايهاب جنب 10 ثواني على نهاية الجولة، ركلة قوية من سعيد. سعيد أنا عارف إنه لاعب جبار، بس هالمرة كان عنده صبر كثير. إيهاب لعبته الأرض ولغاية الآن لم يتمكن لجر اللعب إلى ساحته. إيهاب لغاية الآن، محمد سعيد كان حذر من البداية إنه ما ينزل مع إيهاب على الأرض. هوك من محمد سعيد، هوك يساري مستقيمة يمينية من سعيد. إيهاب مستني يرجع على الكيج، يكون في ظهره الشبك، محمد سعيد يقدم عليه فيستطيع إيهاب انه ياخذ دبل ليك. شوف ركلة قوية على الفخذ الأيسر، لكمة قوية أيضا من محمد سعيد، هوك يسارية. عدى دقيقة ونص على الجولة الأولى، الجولة الثالثة، محمد سعيد هو المباغت هذه المرة، واللي عنده يعني مسجل على عند الحكام. إيهاب يبتسم،
بده إيهاب بده اللعب يجي بده اللعب يجي إيهاب إيهاب أنا عارف وجهة نظر إيهاب في هذه اللعبة بده يسحب اللعب إلى طرف إلى لعبه إلى ملعبه ولكن محمد ما أعطاه فرصة إيهاب استنفذ محاولات الخداع والتهويش والاستفزاز ولكن محمد سعيد بدأ في حكمة هذا النزال لكمة قوية من راوند قوية على الجسم من إيهاب إيهاب يحاول يعمل باك كيك الجمهور يتفاعل مع إيهاب يرجع إيهاب لحركات ليودو مشيدة باقي دقيقتين كانت لو كيك اسقطت ايهاب خلت توازنه يلا ابدوا اللعب الان ايهابنا بيستفزه بده يوقعه في 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 فخ الارضي محمد سعيد استفز ترى لك الركلات هذه قوية جدا محمد سعيد أثر في إيهاب لاحظ الإحمرار على فخذه باقي دقيقة محمد سعيد قاعد بسنتر لكمة على الوجه وهذا اللي بده إياه إيهاب إيهاب دخل الآن في اللكمات لكم محمد سعيد 10 ثواني على نهاية الجولة إيهاب بحكي له محمد سعيد بحكي له خلص الماتش